الوفا بقلبي أمل كف الحكاية ورجع دفع القلب انطفى بأغرب نهاية. ألو؟ لا لا جاي ما رح أتأخر. طب يا عمي واصلة خليني نشف حالي على القليلة. خلص بقى تليفوني. طب فينا القول وضلوا محروقين. يا عمي واصلي. الو استاذ ملحم؟ لا لا استاذ اكيد مش لقلك لحلو عني. طبعا اكيد استاذ دغري اللي عندك على المكتب. اوكي استاذ. الو ميرسي. ينعم عليك استاذ ميرسي كثير. انه ما تروح تجفص الا بوجه ملحم عبد الكريم معقول؟ ما يساعدني. لك الله يمرق هالنهار واللي بعده واللي بعده واللي بعده على خير وسلامه. ليك زينة هالمرة ما في يمكن وبيجوز. هالمرة لازم تبرهني حالك وإلا بتاكليها. شو فهمنا؟ إن شاء الله. الله على النهار يا الله. جدو دخيلك دعيلي وين ما انت دعيلي. يا الله هالعجقة تصير إذا رح أوصل. أنا قلت لا كارلا. وأنا قلت إيه رؤوف وكلمتي أنا اللي بتمشي. كل شي فيكي لازم يمشي وأنا عند كلمتي. أنت قوي كتير رؤوف. بكرة منشوف. ما تأخرت. طيارة. شو بها؟ هي اللي تأخرت. اتصلت بالمطار قال في شوية تأخير. قد ايه يعني؟ لحظة. رودي تاخذ الكاسيت من عندي. الوقت الكافي تتسمعي آخر تعليماتي زينة. رودي مش رايح معنا؟ لا. اتصلت بمصورينا بميلانو رح يلاقوكي على روما. ما راح ابعت حدا من هون، ما بدي يصير عندي نقص بموسم الانتخابات. بعد بكير على موسم الانتخابات. أول تعليماتي زينة، الانتخابات بتتم قبل الانتخابات. قصدك التركيبات واللوايح المعلبة. هيدي شغلة، والشغلة الأهم الحملات الانتخابية. بتلحق الكذاب على باب الدار. بتشوفي شو عم يقعدوا تتقارنيه بشو رح ينفذوه بعدين. هول عندي أهم من يوم الانتخابات. وأنا كمحطة إخبارية رقم واحد بالبلد، لازم غطي كل النشاطات، شو بيقولوا وشو ما بيقولوا. وشو بيتشارعوا وشو ما بيتشارعوا. تشارعوا مع مين؟ مع نسوانهم مثلا. عن مين عم تحكي؟ عن رؤوف سالم. شفته اليوم هو ومرته بالسيارة كانوا عم بيتشارعوا. عرفتي عن شو؟ أكيد لا، ما تلاقينا بعجقة السير ومشيوا، سمعتهم هيك بالصدفة. الحقيهم. لك لوين بدي الحقهم؟ شفتي شو ناقصك زينة كامل؟ ناقصك البعدين. بتبلشي وما بتوصلي للآخر. رؤوف سالم مرشح على الانتخابات، نازل منفرد مقابل ليستا كبيرة، يعني عم بحارب ويطاحش الكل. سمعتيه عم بتشارع مع مرته الحقيقي، عرفي ليش وكيف وتطير الطيارة وتروح السفرة، أي من ونتك استاذ ملحم. ما تفهميني بحرفيتي يا زينة. تعلمي تكفي، تغوصي تبقبشي، هيدا اللي بيعمل لك خبطة إعلامية. الفضيحة يعني؟ يلي بهم الناس يعني، فضيحة، سر، خبر غير شكل، إلخ إلخ إلخ. وين الكاسيت استاذ؟ ما في. مرحبا خواجه رودي. هاي زينة. وليش من طرف شفافة؟ رودي زعلان لاني ما رح ابعته معك على روما. بسيطة. بوعدك رح جيب لك معي بيتزا وسباجيتي كأنه انت رحت. رودي هيدا الكاسيت بده مونتاج جديد، شوف الرشز ولبقهم على بعضه. اوكي استاذ. توصلي بالسلامة زينة، وان شاء الله تجيبي لنا شي بيحرز من روما.
يا علينا اعطيني خليني انا طعميك. لا انا شو عنيدة. بعد في شوية من الخير. طيب البوزة لوسي؟ حياتي. صحتين حياتي. وهالقد بده السؤال عن تأخير الطيارة؟ استعوقتيني؟ أكيد لا، بس بتعرف إنه ما بحب أقعد بمطرح مكشوف أنا والبنت لحالنا. ما رايحة على مطرح مكشوف أكثر، على روما، أنت والبنت كمان. شوبينج بروما شي، والنطرة بالمطار شي تاني. أنا بابي؟ آه، بابي أوكي ومامي لا. هلا بدبرك. ما بدي أسمع هالكلمة منك. ما ياخد على خاطرك كثير، عم بمزح. المزح ما بحبه. خلينا نفوت بقى، ما بحب النطرة هون. بعد في وقت. خليني اشبع من لوسي. ما كلهم ثلاث ايام. لو يوم، لو ساعة. اشتاق لها. معلش، تفرغ بهالثلاث ايام لحملتك الانتخابية. على اساس عم تاكل وتشرب معنا. اللي بيسمعك بيقول شو هالمرة الغيراني من الانتخابات عجوزة وتفرغ جوزة إلها. لا، بس أي كلمتين بيناتنا عم بيقلبوا لخناق. مدري من سبب. مامي عم بيرن السلولار. سمعته. وما رح ترد بابي. طالما أنا معه ما بترد. خلينا نفوت على الأمن العام وارجع أنت على شغلك. الناس اللي بتحبهم ومعجوق كرمالهم ناطرينك. وناطرين يعملوا منك مرت نايم لحتى لما تسافري للشوبينج يدلوا عليك ويقولوا هاي مرت النايب رؤوف سالي. تعال اشرح عنيك فيها لانك ما بتستاهليها. اذا صرت نايب او ما صرت بعد الانتخابات عندي حمله تانيه. وما بدي اسمعك عم بتعيدي هالجمله مره ثانيه زينب. صحيح بيك الله يرحمه كان صديقي، بس مش معناتها اني شغلتك عندي كرمال الصداقه وبس. انت بتستاهل تكوني مندوبه تلفزيونيه، بس طالما دائما في بس ورا كل جمله استاذ يعني انا فاشله بنظرك. بتصيري ناجحه بنظري ونظرك ونظر كل الناس. وهالسفره اليوم كثير مهمه بالنسبه لمستقبلك المهني. مع اني خايفه منه. ما بدي اسمع كلمه خوف على لساني. الإعلام الناجح ما بيخاف. بدي زينة كامل اسم على مسمى على شاشتي. وانت زينة بالاسم والمسمى. اليوم بدي النجاح يصير كامل. فهمتي؟ فهمت استاذ. وهالسنسال مع الصورة يلي جواته إذا بتعتبريه مهم بالنسبة إلك خلي يشجعك مش يخوفك. صورة جدي هي التشجيع بالنسبة لإلي. هو اللي رباني. ولما نميت تركني بين ايدين امينة. بحبك استاذ. بوقت الغمرة استاذ. لازم زينة تمشي على المطار. ديري بالك على البنت. مش تلتهي بالثياب وال غيران علي من شباب روما؟ لو بدي غار كنت غرت من الرجال هون. جودنا قرب على نهايته كارلا. هو من سنتين لهلا كرمال البنت بس. صحيح. وكرمال سيفك الانتخابي. فهمت العزية. رح اشتاق. باي بابي. معنا بنت حلوة اليوم وأم حلوة كمان الله يخلي لك إياها. ليكي حبيبتي منضل قاعدين ومنربط هيدا ما منتحرك لحد ما تطير الطيارة بعدين العبي مثل ما بدك. بنتي ما بتلعب بتضل قاعدة محلها لحد ما نوصل. تفضلي مدام هون. بونجور.
لي بس انا مطرح وين؟ مبدئيا مطرحك بالتلفزيون. عرفتيني وبحبك. باردون مدام، مطرحك مش على الشباك، المدام مطرحها على الشباك. عم تحكي معي؟ بليز بتعطيني البوردنج باس. اوكي، مدام مطرحك هون، البنوت مطرحها هون، والمدام مطرحها على الشباك. انا بحب اقعد على الشباك، ما بكفي جوزي ما لحق يحجز لنا فيرست كلاس، كمان بدك تفرقيني عن بنتي؟ بس مدام بدي اعتذر منك، مطرحك هون والبنت هون وحضرتك تاخرتي بالحجز. مالي انا بقعد هون، المهم نوصل، بعدين كلنا على نفس الطياره ما هيك، وانا ما بقبل افصلك عن بنتك. شفت بنتي؟ وشفت حبيبتي كمان والاستاذ رؤوف. بتعرفي جوزي؟ اكيد مين ما بيعرف المناضل الاول في سبيل المحتاجين في بلادي. وحافظه شعاراته، برافو. ميرسي. انا زينه كامل. طالما بتعرفي المناضل الاول في سبيل المحتاجين في بلادي، انا اكيد بتعرفي اسمي. انا جوزي. بتعرف ماما، بتعرف. انت اسمي كثير حلو، انت كثير حلوه. بس مامي زعلانه شوي لانه ما لقيت مطرح بالفيرست كلاس. ليكي؟ اي متى رح نصير؟ بعد شوي مدام، شو بتحبوا تاخذوا؟ قد ايه يعني شوي؟ من اولها تاخير بتاخير؟ انا باخذ قهوه. ولوسي بتاخذ شوكولا شو؟ مين قال لك بنتي بدها تشرب شوكولا شو؟ مامي بدي شوكولا شو. خلص لوسي. خلص حبيبي، مامي قالت لا يعني لا. موزير فيني استعمل السجلير قبل التيك اوف؟ اكيد. ايه؟ معقول نسيته بالمكتب؟ مامي ما عطاني لاب. شو يعني؟ رح تخليني استعمله؟ اذا بتوعديني انه بتروقي مدام او دوموزيل ما بعرف، لانه كثره الحكي بتزعجني كثير. مدام بس ارملي من 3 سنين وبعتذر اذا لحقتي اترمل؟ اساسا ما عشت مع جوزي الا سنه وحده، تجوزت صغيره وترملت صغيره بدون ولد لتبقى ذكرى. شو هاي؟ بس لوسي. هيدا؟ هيدا سلسال بقلبه في صوره لجدي وبحب انه يبقى معي. خلاص لوسي. ايه؟ اوكي. معلي مدام، ما هي ولد. وليش صورة لجدك مش لجوزك؟ ما زال بدك ذكرى منه. هيداك صورته بقلبي، وبعتذر إذا كترت حكي وميرسي على السليلات. وهالقد بتهميك ذكرى جوزك؟ طالما كان في حب يعني الذكرى مهمة. ألو أستاذ ملحي. ايه معك زينة. لا صرنا بالسيارة بس الهيئة في تأخير. اوكي استاذ، بس بدي اطلب منك بليز، هيئتني نسيت السليلير عندك بالمكتب، اذا فيك تخبيه بشي مطرح. اوكي، وبتقول له لرودي بليز بالنسبة للحلقة تبع ايام عم تمضى. راجع المكتب. ما بعد خي، حس حالي بدي شوية هوا. مش مشكلة مش مشكلة، خلي زياد يهتم فيهم، بالنهاية هو مهندس الحمل، خلي هو يهتم بالموضوع. اوكي اوكي اوكي، باي خالي، باي. Thank you.
خالتي، نعتذر عن التأخير الطارئ، رحلتنا ستنطلق عذرا على الإزعاج. وأخيرا. وانت جمادي بقى حشت حركة. مش معقول. خلي هيدي معك. معلي مدام خليها معه. لا بالعراق تعودنا. زينة. شو بها زينة؟ طيارة روما انفجرت. انفجرت قبل ما تطير. سلم عليك. لا سكر لا. يي بونجور يي بونجور. رجع رؤوف من المطار. قرب طمنا. مفروض صاروا بالجو. كان في شوية تأخير. ولوسي مبسوطة أنها مسافرة؟ ما بعرف. الله يوصلهم بالسلامة. ما قالت لك رح تشتاق للتيتا؟ لما لوسي بتكون مع أمها بتبطل تحكي عن اللي بتحبه أو بتشتاق له. مش رايح لمكتبك؟ وأنت راضي؟ لا. وليش ساكت؟ جاوبت البابا ماما. لا مش رايح على المكتب. وانا سؤالي ما له جواب؟ سمية لو سمحتي حبيبتي، ابننا رجال وادرى بمصلحته ومصلحه علاقته بمرته. ليش هالنظره بعيوني؟ لانه بتهمني سعاده ابني. كلنا يا حبيبتي بتهمنا سعاده رؤوف وسعاده طارق كمان. ما عنا غيرهم. ما إلنا غيرهم. تجوزوا وعملوا عيال. يعني نسر رشيد سالم مكفي. بمين؟ ببنت طارق وبنت رؤوف؟ مين اللي قال لك انه رؤوف رح يكتفي بلوسي مغسر؟ الايام قدامه وقدام مرته. صبيان كتير وبنات كتير. ما هيك سعادة النائب؟ بكير على سعادة النايب. لا مش بكير. ابن الصغير لازم يطلع نايب والمنطقة كلها رح تنتخبه. ولما رشيد سالم برشح ابنه، ابنه بيطلع. مع انه شعارات حملتي ما إلها علاقة بالإقطاعية بابا. الحسب والنسب والمال والاسم مش إقطاعي رؤوف. على كل حال بعد في سنة للانتخابات. ما بعرف ليش حاسس انه همتك هابطة. معقول انه هالقد سفر بنتك ومرتك مأثر عليك؟ ما هن كلهم ثلاث ايام. انا فيتي حضر الغداء. سمية هدي حبيبتي، مش كل ما نجيب سيرة مرته بدك تهربي. على القليل يكون في واحد رايد يهرب، قادر يهرب. ماما أنا ومرتي وبنتي عيلة مستقلة. على القليلة أولى أنت وعم تضحك. ولي عقلات أمك. هلا طمني، في عنا برمات كتيرة على المناطق فينا نعملها؟ لوسي مش هون هلا مغشر حتى تضلك حملها على كتافك. فينا نهتم بالحملة؟ فين؟ أنا طالع أغرف.
ايه شو طمني؟ لا وطي التلفزيون يا نجيبي. لا ست سمية ما تطفيه، خليه على الواطي، خليك تسلي. مشي بالسلامة ان شاء الله. انت حطي الدجاجات بالمايكروويف خليهم يدوبوا، يدوي بقلب المزعلك. ما في شي مزعلني. في لو ما بحس حالي من هالبيت، لكن بسألوا لبتطور. أصيلي ربيتهم معك ورح ضل حدك لحد ما موت. ما بدي حدا يموت. دوب الدجاجات ست سمية. خبر على التلفزيون؟ انت بضل بالك بالتلفزيون؟ يا بيكون نايب مسافر يا وزير رجع. وردنا الآن أن حادثا مروعا جرى في المطار إثر اصطدام الطائرة المتوجهة إلى روما قبل إطلاعها بثوان بطائرة أخرى من جراء أكيد على حساب وزارة الصحة، هيك الوزير صرح. بس هلا مين قادر يحدد شيء؟ جثث مشوهة ومحروقة. ما حدا يطلب مني شيء هلا، غرقان بالمصيبة اللي بين إيدي. ما بدي فوضى. 12 شخص بس اللي بقيوا عايشين، مبدئياً عايشين. نعم. لهلا في 72 ماتوا بالحادث. يا خيي لا، لا مدير ولا وزير حلوا عني. عفوا اساتذي، بس الوضع مش طبيعي. الاستاذ ملحم بتكريني. اهلا رودي، اذا جاي مثل العاده كرمال معلومات واخبار هلا. لا 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 حكيم، جايين لانه عندنا ضحيه بين ركاب الطياره. مين كان على الطياره؟ حدا من المحطة؟ زينة كامل. تبع أيام عم تمضى؟ وبعرف إذا أيام مضيت يما لا. جوابي هو عند حضرتك أستاذ ملحم. عندي أنا؟ حضرتك بتقرر إذا ماتت زينة كامل أو لا. تفضل معي على معرض بشع جدا، ما في أسامي، في بشر محروقين مطحونين مشوهين، إلهم أرقام. إذا قدرت تتعرف على زينة بتكون أيامها مضيت للأسف طبعا، وإذا لا بيكون عمرها طويل بين المنصبين. بشو بتحب تبلش؟
بنتكل على الله ونشوف بين المعيشين. خايف مثل ما الله بيريد. مش قادر اسأل، خايف اعرف. عندي شعور انه بيك وخيك رح يرجعوا بخبر حلو. يا رب لوسي، يا رب لوسي. وكارلا ما إلا مطرح بالسؤال. الأم وبنتها عايشين. رؤوف سمعتنا؟ عايشين يا خي عايشين. شفتوا؟ شفت لوسي وكارلا. الحمد لله على سلامة استاذ سالم. معك الدكتور بركات. مدام. اهلا دكتور. بنتي ومرتي كيف عايشين دكتور؟ تفضلوا ارتاحوا شوي لانه حديثنا شوي طويل. بدي شوفه. راح تشوفهم رؤوف، بس انطر الحكيم تنشوف شو بده يقول لك. انت سمعته؟ رؤوف بدون انفعال، وضع صعب وحساس. بنتي شو وضع دكتور؟ بخير والفضل للام. لولا الام بنتك كانت ماتت استاذ سالم. الحمد لله انه الام كانت قاعده على الطرف والصغيره حدها. لو كانت قاعده على الشباك كانوا اثنيناتهم لا سمح الله ماتوا. جسم الام حمل بنت، للاسف تلقى هو الضربه الاساسيه. لوسي كسرت ايدها، بس مدام كارلا. كارلا شو؟ مدام كارلا انصابت بحروق متفرقه، انما مش خطره بس وجه محروق مكسر. ماتت زينة يا رودي، ماتت زينة. هيدي اللي بتتفائل فيها. بقيت الحديدة وهي بيتي. كل الحق علي انا. يمكن صرت مثل هلا لو ما امنعك تسافر. صراحة ما عندي شيء اقوله غير الله يرحمها. كانت صبية مليانة حياة. شكرا دكتور، الله يقويكم تقوموا بالحمل. بعتبر حالي محظوظ وبعتذر على هالتعبير، لأنه أستاذ ملحم قدر يتعرف على زينة من السنسلة، بس الباقيين كيف راح يتعرفوا عليهم؟ مصيبة، مصيبة كبيرة. ليش السنسكي كانت بإيدها؟ زينب ما بتشيلها من رقبتها. بده يكون بس صار الحادث مسكتها كردة فعل الخطر، إنه جدا ممكن يحميها. أنا قطعت بإيدها. تحليل منطقي بوضع ما في شيء من المنطق. وهلا شو الإجراء دكتور؟ يا الله كلها مشوهة، مشوهة فحمي سودا. منيح يلي جدا ما شايف هالشوفة، منيح يلي بي وإما ميتين. بس أنا بحبها مثل بنتي. اتركوا رودي، اتركوا خليه يفضفض بيرتاح. ليش يا دكتور؟ بما انه ما عنده اهل فانتوا اهلها. تستلموا الجتي وبتدفنوها. اغراضها مضبوبين بامانات المستشفى، فيكن تستلموهم. اغراضها الباقي؟ اغراضها اللي كانت لابستهم، اللي باقي من اللي كانت لابسته، حلق، ساعة، أي شيء.
لا جزدين ولا شنط اكيد كل شيء احترق. هيدا رقم جدي. ايش وقت ضبيتوا السلسله مع الغراض؟ للصراحه المرضى اللي كانت مهتمه بالموضوع ما كان الا قلب تسلخ ايد زينة اللي كانت مكمشه بالسنسال. مكمشه بجده؟ وحضرتك ابعت بايدك اللحم عن السنسال استاذ ملحم. ماشي استاذ. مستلم زينة من الخط. هيدي وضع مدامتك، يعني لما بتقدر تشوفها وقريبا بيكونوا عملوا اللازم المبدئي، رح بتشوف شيش ابيض، جهاز تنفس، انبوب بالتم، رويه والحبال الصوتيه تعبانين من تنشؤ الدخان. لحقتوا بهالوقت تعرفوا كل اللي صار كارلو؟ المهم لحقنا نعرف اني عايشه. القلب عم ينبض والدماغ عم يشتغل. مرتك رجعت من الموت لحد هلا. فمضطر للصراحه حتى اخر تفصيل. يعني الخطر على حياتها موجود؟ طبعا. بس الاكيد انه ما في خطر على حياه لوسي. مرتك فضلت حياه بنتها على حياتها. وحسب يلي قالوه المسعفين هن عم ينقلوا المصابين والجتت انه البنت كانت تحت امها. امها حميتها من الموت. وبظن لوسي كسرت ايدها بسبب تقل امها عليها. كارلا خلصت بنتي؟ بنتكم استاذ سالم، بنتكم. على كل حال مش عمل غريب لما الام تضحي بحياتها كرمال حياه بنتها. مرتك رجعت من الموت ورجعت بنتك معها. وبتمنى من كل قلبي تعيش هي كمان. وكلنا بنتمنى هالشيء. نعم. ها. تعال رح بلغ العائلة. لوسي صارت بالأوضة نايمة أكيد، فيكن تشوفوها. أستاذ رؤوف خليك شوي لازم أحكي أنا وياك. ماما ما تتركي لوسي. ولا أنا. يلا دكتور ممكن أبقى مخيلي. أستاذ رؤوف شو بتحب ينعمل مع المدام؟ شو قصدك دكتور؟ بتحب تبقى عنا ونهتم بعلاجها أو عندك مستشفى تاني حابب تنقل عليه؟ عفوا دكتور بركات، حضرتك والمستشفى خلصتوا بنتي ومرتي من الموت. طبعا كل وحدة بمستوى معين، وإذا أنا بدي أعيد حالة كارلا مجرد إعادة رح غلط، يعني مشكورين. ورؤوف سالم ما تعود يبكي على كتف ويمشي مع كتف تاني. كارلا ولوسي بيبقوا عندكم لحد ما يظهروا صاد بإذن الله. بعد هالحكي هيدا أستاذ سالم، اتمنيت تكون بمنطقتك حتى انتخبك. إذا بتحب فينا ننقل نفوسك على منطقتنا دكتور بركات. ما بيخلى الأمر تلاقي حدا بمنطقتك يحمسك تنتخب. أو لك هيك؟ إذا ما لقيت ما تنتخب، أو حط ورقة بيضة. الورقة البيضة كمان انتخاب، أو تعبير عن رفضك لواقع معين. يا جماعة يا جماعة ما تفوتوا هلا بالسياسة. عنا مرت خيي لازم تعيش، وبنت خيي لازم ترجع لطفولتها. تمني واحد دكتور بركات. تفضل. كارلا بالعناية الفائقة. ما حدا بيدعس إلا العين. بحترم حبك لمرتك وخوفك عليها. تكرم عيونك. طلعت زينة. روح شوف لي إذا سيارة دفن الموتى وصلت. رح توصل بعد شوي استاذ. قرب معي تنشف فنجان قهوة بالكافيتيريا، راسي رح يبجيها. اعملي معروف بس توصل سيارة الدفن نحن بالكافيتيريا. بدك تتأكد من الأغراض؟ الغالية راحت. شو بتنفع ساعة رخيصة أو حلق أرخص؟ مشي يا عمي مشي. في مهدئ بالمصل لأنها من أول ما وصلت مع أمها كانت عم تبكي وتصرخ. الحمد لله
الحمد لله على سلامتها مسيو سيدي. الله يسلمك. ما بتقدر تحركها؟ تقدر تعمل شو ما بدها فيها، المهم ما تهلوها بشيء بستوعى. بنتك بتحبها كثير مسيو سيدي. هي خبرتي؟ اجمالا وضع مثل الوضع والحاله اللي وصلت فيها لعنا، المفروض تسال وين المامي. لوسي كانت عفارت صوت بدل بابي بدل بابي. بكره بس تعرف انه امي خلصتها من الموت بتصير تقول بدل مامي بدل مامي. مادموزيل انت فينا نشوف امها لوسي؟ مش قبل الليل، بدها وقت لتضميد الحروق. وجه حكيم بيفيدك اكثر عن وجه مسيو سامي. الحمد لله على سلامتهم. الله يسلمك. بتحب ترتاح بالبيت حبيبي؟ لا أعوف ماشي نشرب شي ونجيب أكل للبابا والماما. لا لا أنا مش جعانة، بدي أبقى مع نفسي. ولا أنا حبيبي، روحوا أنتم روحوا. ماشي حبيبي. مش قادرة أصدق إنه كارلا خلصت لوسي. دخلك مش أمها هي؟ أستاذ بعرف إنه الكارثة كبيرة، بس لازم تتناسق شوي. كثير حتى أتناسق بعد ما دفنت زينب. أنا السبب، أنا اللي بعتها على روما. بعتها لتشتغل، بعتها تحقق حالها، ما تحمل حالها الذنب على كتفي فيه. شو ندمان إني ما كنت البي معها أكثر ما كنت الأستاذ. كيف بدي إياها تنجح بأي ثمن؟ تخيلت انه حياتي رح تكون الثمن. مسكين ما عندها حدا من اهلها يزعل علي. رودي كانت خايفه من السفره، مسكت السلسال لانه كانت خايفه. صورتها مع السلسال مش عم تروح من بالي ابدا. زينة كلها ما ممكن تروح من بالنا. بدي المحطه تصور كل من صار بمعاناته بوجعه بخوفه من اللي صار. بدي غطي كل شيء، بدي ساعد الناس ليتعرفوا على احبابهم المشوهين. لازم المحطة تعمل شيء. شو في؟ شو بك استاذ؟ الصبح شافته زينة بالسيارة، وانا هلا عم شوفه بالمستشفى. اقول لك عم يعمل جولة انتخابية على المرضى هو وخيوه. طمنتنا شو مصابين؟ شو بك؟ في موضوع لازم احكي لك. اذا موضوع بيتعلق بالانتخابات بلا. لا ما بيتعلق بالانتخابات. عن كارلا هلا قيمة بالسلامة، بس لازم خبرك حتى تطمن وتسأل. مش عم بفهم عليك كارلا. شو في؟ شو بها كارلا غير انه يمكن تموت؟ كارلا حبني. شو بك عبد الله فيني هيك؟ هي مرتي انا قالت لك الك انت ان حبني؟ وما خبرتك مثلا ليش ما قالت لي الي؟ لا هلا انت اهم تعرف هيك خبر اكثر مني خيي؟ المهم هلا تسال الدكتور بركات اذا الحادث. لا المهم هلا اسال طارق ليش هو بيعرف مش انا. صدقني ما بعرف. امتى خبرت؟ من امتى هي حبيبي؟ المده مش بعيده. مش بعيده قد ايه يعني؟ لا وشو بك؟ نحن بشو ولا بشو؟ جد؟ وليش انت هلا عم تخبرني؟ ما خبرتني وقت اللي قالت لك. لانه بعرف انه ما في علاقه بينك وبينها. حياتك بتعرف اشياء كثير عني وعن مرتي خيي. ما تتخبى ورا خير اصبعك يا رؤوف. العائله كلها بتعرف انه انتم اثنيناتكم متباعدين. يعني خفت على احساسي وكرامتي من انه كارلا تكون حبلي من حدا تاني مثلا؟ طمنك خيي. صار في علاقه انا وكارلا.
ومن مدة مش بعيدة كمان. هلا ما بعرف إذا حبلت منها أو لا. أنت عم تقول ما خبرتك عن العلاقة اليتيمة طارق؟ غريب. أنت فهمني غلط. يمكن كان بدها تعمل لك مفاجأة. قد ما تحبني فيه؟ ما بعرف. المهم أنا ريحت ضميري، ومرتك بين الحياة والموت. سأل الحكيم. سيخي الله يخلي لي اياك.